خليني افتح لكم واحده جديده. طبعا انتم شايفين التي سبايس صح؟ شايفين دكتور. شوفوا يعني زي انا كنت دائما بشبه التي سبايس بحكي عنه انه اسهل من مايكروسوفت وورد. اسهل مايكروسوفت وورد يعني ما في والله انك بدك تكتب كود وكذا. احنا زمان كنا لما نيجي نسوي سيرش كنا نكتب كود ونكتب شيء بنسميه نت ليست. ما فيش نت ليست ولا شيء يعني هاي كل شيء هون موجود. بدك تضيف كاباسر بدك تضيف اي كذا كل شيء موجود تمام. كل شيء موجود هون بدك تساوي. طب خلينا نفتح صفحه جديده نيو سكيماتيك. هاي النيو سكيماتيك تمام. فمثلا بدي احط كومبوننتس بكاك. طبعا انت تيجي من هون كومبوننت او بتيجي هون من اديت وهي كومبوننت كانك تضغط اف2 على طول زي هيك وتطلع شاشه الكومبوننتس. هسه هاي الكومبوننتس هون مثلا لو بدي اضيف فولتج سورس هاي فولتج سورس بحطه هون هيك. ممكن تضيف كذا فولتج سورس قد ما بدك. سوي سكيب عشان خلص تخلص منها. تسوي سكيب تمام. بعدين مثلا بدك تحط مقاومات. هاي المقاومه برضه كمان هون في مقاومه. لا هذا اندكتر. هاي المقاومه ريزستر. انتم شايفين السهم تبع الماوس؟ شايفينه. وكانك تحط من هون ريزستر من عند ايديت. هاي ريزستر وكانك على طول بس تضغط ار. وممكن تروح على الكومبوننتس كمان يعني حتى الريزستر موجود بالكومبوننتس. ها هاي ريزستر يعني اكثر من طريقه سهل كثير يعني ما في. هاي ريزستر ار. ها طبعا بدك تقلبها مثلا. هاي هون هاي هون في عندك روتيت وفي عندك هون ميرور. نسوي روتيت. ها هاي المقاومه. تصغر الشاشة هاي بتصغرها من هون عشان تصير. طبعا صار سكيب تروح هاي المقاومة بس خليها. أنا بدي مقاومة ثانية. خليني بس أول شيء أصغر الشاشة. طيب هبدأ أسوي روتيت أحطها هون. هاي سكيب. تمام. بعدين توصل وايرز. هاي الواير او بتحط دبليو على طول بيطلع عندك واير. لا مش دبليو يا ربي. اتوقع انه اف الواير اف 3. هاي اف 3 وصل سلك هيك. اتوقع الشغلات تعلمتوها بهاليومين هذول ولا لا؟ تعلمتم هذول الاشياء؟ دكتور شفناها. لانه السويتش كيف بنعبر عنه؟ ممكن انه مثلا اشيل السلك يعني اعملها اوبن. نعم. السويتش انه اذا بدي اياه مثلا يكون فاتح انه اشيل السلك. ليش فاتح؟ بقدر ما بمشي فيه تيار اذا كان اوبن. ما نحط مفتوح. نعم اذا بده السويتش يكون مفتوح مثلا انه بقدر اعبر عنه انه يعني اشيل السلك بالمره. لا ما بنقدر نشيل السلك. بس كيف ليش بدك انت تشيل السلك اذا كان السويتش مفتوح؟ لا ما بنشيل السلك لانه ما بصير في تيار عندنا. لازم تعرفوا التيار دائما لازم يكون بدائره مغلقه. هسه انا مش عارف انت شو الكيس اللي بدك اياها بالضبط. طب الدكتور انه ليش السويتش مفتوح بس ودي لي انت مثلا شو بدك اياه بالضبط رسمه الدائره تبعيتك او كذا ودي لي بشوفها. دكتور هي بتسال انه لما يكون السويتش مفتوح تشيل السلك. اذا شالت السلك ما بتشتغل الدائره. ما هو اصلا السويتش مفتوح. اي سويتش؟ مثلا في رسمه فيها سويتش لما نفتحه ونشيل السلك بس ما نحط سويتش ونسكره ونفتحه كل مره. ماشي خلاص بدي اجاوب. ماشي معني عشان مش فاهم السؤال كثير بس خلاص ماشي. دكتور فادي. دكتور فادي يعطيك العافيه. اتوقع اللي بتحكي عنه البنت في السيركت احيانا بحط سويتش بدل سلك.
والسويتش بالسيركت ببين انه مفتوح. فانا بتوقع الرسمه هاي الصراحه انا شفتها في دائره الدايود، الدائره اللي فيها دايود وترانسفورمر. هو المفروض يكون دارت ال انا قدام المانوال. في هون سويتش، في كاباستر وفي سويتش، صح؟ صحيح يا طيب I think انه السويتش هو سلك، يعني ما في داعي نحط السويتش. سلك يعني كان كنت يعني مثلا انا بس شو والله كان مطلوب من السويتش يساوي بالبطل صراحة مع التجربة. تتذكر شو المطلوب من السويتش؟ واحد اذا سكرناه بيطلع معنا فول ويف ريكتيفاير. زي ما حكى الدكتور احمد، بتحطوا السلك او بتشيلوه، بتحطوا السلك او بتشيلوه، تمام؟ زي ما حكى الدكتور احمد، تمام؟ سؤال. في حد عنده سؤال ثاني قبل ما اكمل؟ تفضل. ممكن تضيف للسيركت بوتنشوميتر؟ هسه انا برجع على البوتنشوميتر، حكيت عنه للطلاب قبل شوي، هسه بنرد بنحكي عنه بس نيجي نسوي التجربه تبعيتنا. تمام؟ طيب الان بس بدي اياكم تنتبهوا انه دائما لازم تحطوا جراوند بالدائره، ما بصير الدائره ما يكون فيها جراوند. عارفين ليش؟ لانه هو السيميوليتر مثلا بدك توجد الفولتيه عند النود هاي او عند النود هاي او عند اي نود بده يوجدها بالنسبه للجراوند، فما بصير انه والله انت ما تكون حاطط جراوند، ما راح تشتغل الدائره، تمام؟ طب بدنا نحط هون قيم، خلينا على سبيل المثال خلينا نحط هون 10 فولت. هاي 10 فولت. المقاومه هاي مثلا خليني احطها مثلا 4 كيلو أوم. خليني احط مثلا هاي 6 كيلو أوم. تمام؟ بتقدر تسمي السلك تعطيه اسم عشان انت مثلا على طول لما تيجي بالبنت يكون توجد بدك الفولتيه عنده تعرف شو اسمه، واذا بدك ما تعطيه اسم عادي هو السوفت وير نفسه بيعطيه اسم. مثلا هيها مثلا هون بدي اسميه مثلا في اوتبوت مثلا. بلاش احطه زي هيك، خلينا اشيل هاي، خلينا احطه بدون لا انبوت ولا اوتبوت. مثلا تمام، هاي الدائرة تبعيتي. مثلا انا بدي اشوف مثلا على سبيل المثال لو بدي انا ازيد هاي الفولتية اللي هون في 1 ما اخليها ثابتة، اخليها تتغير مثلا من 0 لـ 5، وعند كل قيمة احسب قيمة في اوتبوت. بهاي الحالة شو بدي اساوي؟ بدي اساوي شيء بنسميه دي سي سويب. يعني انا بدي على الاكس اكسس يطلع عندي فولتيه، بدي على الاكس اكسس يطلع فولتيه، وعلى الواي اكسس يطلع على الاكس اكسس يطلع عندي مثلا في 1 وعلى الواي اكسس يطلع عندي في اوتبوت. بهي الحاله بنساوي شيء بنسميه دي سي سويب. فبنيجي هون سيميوليشن، اديت سيميوليشن كوماند، هاي بختار دي سي سويب، وبحط اسم السورس اللي بدي اسوي السويب في 1 مثلا، تمام؟ وبحط السويب تبعي هل بدي يكون لينير ولا ديكيد ولا كذا. احنا خلينا نختار لينير يعني بشكل خط يزيد الفالوز، وخلينا نزيدها مثلا من 0 لـ 5 مثلا، وبانكريمنت مثلا 0.2، وهي بنحطهم هون وبس نسوي رن. طيب هاي طلعت عندي الشاشه هون، مثلا بدي اشوف كم قيمه في اوتبوت. هاي قيمه في اوتبوت، قاعد الفولتيه بتزيد من 0 يعني كل ما يعني مثلا عند 0.5 هاي قيمه الفولتيه، 0.3 عند 0.10 هاي قيمه الفولتيه. بكان كنت شو اسمه
تحط كيرسرز عشان تتبع السيجنال مثلا. طبعا شوفوا هون، شوف عندكم اشياء بتقدروا انتم الله خلينا نشوف. plot settings visible trace لا خلينا نسوي جريد مثلا هون عشان مثلا تقدر تشوف انت مثلا والله عند الواحد ونص مثلا تقريبا 0.9 وهكذا تمام. فهي بالنسبه للدي سي اناليسيس واضحه. في حدا عنده اي سؤال؟ في حدا عنده اي سؤال بالنسبه للدي سي اناليسيس؟ دكتور كيف بدي اعرف انه التيار ثابت؟ بدك تقيس التيار. طيب انا فرضت كيف تقيس الفولتج مثلا. بدنا نقيس التيار. التيار شوفوا كيف لما يكون شكلها زي هيك زي بروب، هاي بتقيس فولتج. لما يصير زي هيك شكلها زي شكل حلقه، هاي يعني زي بتقيس تيار معناته تمام. فهي التيار مثلا هيك. طبعا هو التيار معطيني اياه بالاتجاه، بالاتجاه من تحت لفوق عشان هيك قاعد بقل تمام، او عشان هيك قيمته سالبه تمام. دكتور كيف اشرت، كيف طلع لك هذا التاشير؟ في حرف كبسته؟ لا، بتيجوا على الكومبوننت نفسه، بتحطوا الماوس فوق الكومبوننت. تمام تمام زي هيك واضح. واضح يا جماعه. طيب طبعا اني انا والله ما بدي اساوي دي سي سويب، بس بدي اعرف كم الفولتي. اذا كان 10 بتعرف كم الفولتي عند في اوتبوت تمام. بهاي الحاله خلينا نرجع نشيل هاي ونحط شيء بنسميه دي سي اوبريتنج بوينت. هاي بحكي لي والله في اوتبوت، هاي باللوج فايل اللي هون بحكي لي في اوتبوت قيمتها 6 فولت. فعلا هل هي 6 فولت ولا لا؟ خلينا نتاكد. لو سوينا فولت ديفيجن 6 على 4 زائد 6 مضروب ضرب 10 فعلا بتساوي 6 فولت. وهي بحكي لي كم قيمه التيار باي ار 2، عباره عن 0.001 يعني عبارة عن 10 ملي أمبير. بس هو معطيه إشارة ناقص لأنه زي ما حكيت لكم هو يعني قاعد بيقيسه من فوق لتحت، يعني قاعد بيحكي قاعد بحسب التيار كاونتر كلوك وايز. لازم هو كلوك وايز، يعني كلوك وايز بيطلع موجب، كاونتر كلوك وايز بيطلع سالب، فعشان هيك هو حاط قيمته سالب تمام. وهي القيمة هون عند النود هذا قيمة الفولتية 10. فإذا بدك تطلع يعني بدون ما تساوي سويب ولا شيء بتحط دوت أو بي. بدك تساوي دي سي سويب زي ما سوينا قبل شوي، بتغير ال بتغير هاي simulation command وبتحط ايش؟ دي سي سويب. واضح؟ طيب مثلا لو بدي اسوي ترانزيانت اناليسيس، يعني بدي مع التايم بدي على الاكس اكسس يكون عندي تايم، بختار هون ترانزيانت اناليسيس وبنحط مثلا ستوب تايم مثلا 10 ثواني مثلا، وتايم تو ستارت ريكوردينج داتا مثلا صفر، وماكسيموم تايم ستيب مثلا 1. هاي بنساوي ران وخلينا نشوف الفولتيه هون. المفروض تطلع 6 صح؟ اطول الفتره الزمنيه كامله. هاي طلعت 6 تمام. هون مثلا تطلع 10
هون مثلا تقطع صفر للجراوند. لو مثلا في التيار مثلا اي هيك راح يطلع عندي ناقص 0.01 لانه زي ما حكيت لكم شوفوا اتجاه السهم والاتجاه المعاكس. هاي التيار هون تمام على هذا الطرف واضح. خليني اشيل بالله هذول التريسز عشان طب التيار لحاله. تمام في حدا عنده سؤال؟ في حدا عنده سؤال؟ دكتور تفضل. الفيديو بالاي ليرنينج انت البنت تقيس الفولت الكرنت جوا السلك كيف عملتها؟ لانه عدته كثير وما فهمتهاش. كيف تقيس التيار جوا السلك؟ هي قلت تقول انه لما تحطها هيك على المقاومه انت بتقيس المقاومه. احنا بدنا الطالع من الترانزستور بس المقاومه احنا بنساوي زي هيك عند الديف... يعني لما تيجي تقيس التيار لازم تقربه على الكومبوننت تمام. فاحنا هيك لما احط هيك انا قاعد بقيس التيار اللي بمر بالسلك وبمر بالمقاومه لانه كلياتهم بالسيريز مع بعض. بس هي كانت تحكي انه هذا تيار المقاومه وهي بدها التيار اللي عند الترانزستور عند اول ترانزستور. يعني انت شفت الفيديو ما بعرفش لا والله ما شفته كله تمام. حتى يعني عند السلك زي هيك ما بتقدر انت لازم تحط عند البي جي تي مثلا تحطه عند متى عند الكوليكتر تبع البي جي تي بتقيس. هي قاعده تحط ليبل وابصر ايش يعني عملت خطوات كثير عشان تقدر تقيس. اذا بدك تقيسه مثلا هي هون حطيت في اوتبوت خلينا نشوف بالله خلينا نرجع هون. هاي هون اد تريس هاي في اوتبوت وهي التيارات. خليني والله اجرب احط اي في اوتبوت اشوف بزبط ولا لا. متاكد صراحه اذا بزبط ولا لا خلينا نشوف. لا ما زبط. هي كانه كانت تحط اي سي واشياء زي هيك بالفيديو يعني. لا بس هو يعني هاي زي ما حكيت لكم انه احنا عندنا هون ال عندنا هون هذا التيار اللي انا قسته هون هو نفسه اللي بمر ب في اوتبوت بنفسه بمر ب ار2 كلياته نفس التيار. دائما لما تيجي تقيس التيار لازم يكون قريب من الكومبوننت. بس انا برجع بشوف الفيديو بشوف فيه شو سويت بالضبط. تمام؟ فهمتكم. واضح؟ في اي اسئله ثانيه؟ في أسئلة ثانية يا جماعة؟ طيب خلينا نشوف التايم أناليسز. احنا سوينا تايم أناليسز. طيب خليني أحط هون ساين ويف. بدي أحط هاي ساين ويف واجي هون على أدفانسد باجي مثلا بختار ساين ويف مثلا دي سي أوفست ما بديش دي سي أوفست صفر مثلا أمبليتيود خليها مثلا 5 فولت فريكونسي مثلا خليها 1 كي 1 كيلو هرتز تايم ديلي وهي الاشياء خليها كلها صفر وحتى بديش ادخلها بالمره. سايكلز خليهم مثلا 5 سايكلز تمام. خلينا نشوف ليش اعطاني صفر. خلينا نشوف ليش اعطاني صفر. في اوفست في امبليتيود هسه عرفت ليش اعطاني صفر. اتفضل. لان الامبليتيود دكتور فادي الامبليتيود حطه 5 اوكي بس خلينا اشوف والله ليش بس انا شو حطيتها؟ خلينا نحط 5 ملي
شوف نجرب. One K. هون طيب مثلا عندي هون اي في اوتبوت واي في انبوت تمام واضح. طبعا التيار يعني في سبيس شفت مع الفولتيه لانه زي ما حكيت لكم التيار هو ماخذ باتجاه المعاكس لو اخذه بنفس الاتجاه ما بيكون في زي سبيس شفت لانه زي كانه يعني مضروب بناقص واحد تمام. هيك صار نفس الشفت هاي التيار هون السكيل على اليمين وهون على الشمال واضح. طبعا انت كنت تختاروا يعني هون مثلا ترانزيت والله مثلا انت عندك هاي يعني مثلا انا خربط بالاول كنت حاط هون قيم مش مضبوطه بالترانزيت فانت مثلا بدك تشوف والله الساين ويف عندك فريكونسي 1 كي فاكيد لما تيجي تساوي ترانزيت اناليسيس بدك اياه شوف يساوي لك ران من شو اللي حط على الاكس اكسس من اي قيمه لاي قيمه من 0 ل 5 عشان ملي بالملي سكند عشان يتناسب مع الساين ويف وبدك تحط مثلا الانكريمنت انا كنت حاط الانكريمنت مثلا 1 كاني. طب كيف واحد وانت عندك يعني بده يجي ما راح يقيس ولا اي قيمه من هذول القيم فراح يطلع معك اكيد صفر بدك تختار السكيل هو المناسب. هاي هاي اخطاء اكيد راح توقعوا فيها كثير ف بتجرب بتحاول وبتغير وكذا وبتحاول تحل الاخطاء اللي عندك ما عرفت على طول بتودي لي مسج بساعدك بحكي لك والله جرب كذا ممكن يكون عندك الخطا كذا ممكن يكون عندك الخطا كذا تمام. في حدا عنده سؤال لحد هون؟ طيب خليني انا اجي سويت انا ال خليني اسوي لكم البي جي تي شو رايكم؟ تبع تجربه اليوم هاي خلينا نفتح واحد جديد النيو سكيماتيك تمام وخلينا نحط بي جي تي بي بدنا ان بي ام صح؟ هاي ان بي ام هي عندي ام بي ام. طيب الان بالتجربه تبعيتنا في عندنا بوتنشيوميتر انا حكيت لكم قبل شوي احنا ليش حصل حاطين بالتجربه بوتنشيوميتر؟ لانه بدنا من خلال بوتنشيوميتر نتحكم بالتيار صح؟ طيب بس انا هون بالسيميوليتر ما بحتاج لبوتنشيوميتر حتى اتحكم بالتيار، انا بامكاني على طول اعطي السيميوليتر والله بدي التيار مثلا يكون قيمته كذا وكذا وكذا تمام؟ فما بحتاج فبامكاني على طول احط اما كرنت سورس او بحط مثلا فولتج سورس مع مقاومه. خلينا نشوف. هاي عندي مثلا حط فولتج سورس شو رايكم؟ هاي فولتج سورس. شايفينه صعب انتم ولا شايفينه سهل لحد الان؟ شو رايكم؟ كيف شايفين الامور؟ ممتازة اكيد الشيء اللي انشرح بس هاي تجربة لسه ما طيب هاي مثلا هاي قاعدين احنا هيك نوصل الدائرة نسيت احط مقاومات طيب الدائرة شو فيها؟ طيب الان من كان كنتوا تحطوا نفس القيم المقاومات بال بال بالدوسيه بس اذا غيرتوهم ما في مشكله
يعني غيره اذا مثلا والله حسيت انه مش ضابطه المقاومه هاي غير المقاومه ما زبطت معك ودي لي مسج احكي والله دكتور جربت المقاومه هاي ما زبطت شو استخدم شو انسب بحكي لك والله حاول كذا كبر المقاومه تبعتك شو المقاومه تبعتك صغيره كبرها المقاومه تبعتك كبيره كثير صغرها طب انت مثلا بحكي لك والله التيار اي سي قديش بدك يطلع طب شو المناسب شو قيمه المقاومه اللي انت لازم تحطها حتى يطلع التيار كذا نتناقش نشوف شو الحل الامثل تمام وانتوا جربوا اذا ما زبط معكم زي ما حكيت لكم احكوا معي او مع الدكتور احمد او اي واحد من اللي بدرسوكم وانا دكتور احمد حكيت لهم للطلاب انه اي واحد بده ينضم للميتنج جروب تبعيتنا من الشعب كلياتهم يودي له انا بضيفه عندي فاذا عنده اي سؤال او اي استفسار او اي بوست بنزل على الجروب ممكن هو يشوفه طيب خلينا نحط مقام هون تمام خلينا نحطها المقام ولا تنسوا الجراند بشيك حكا الجراند هي أهم شيء تمام طيب هذا الـ NPN ممكنكم تخلوه زي هيك خلينا نشوفه شو مختار والله بيك نيو ترانزستور ومختار مثلا أول نوع والله احنا خلينا نجرب هذا وأنا جربت قبل فترة جربت هذا على توقع BC547C توقع اثنين بزبطوا خلينا نجرب هذا ونجرب الثاني ونشوف طيب مقاومات هون انا ما سويتش الكالكوليشنز بس مثلا خليني اختار هاي مثلا 50 خليني اختار هاي مثلا 5 كيلو دكتور ما تغير الـ NPN ما غيرته صح؟ المفروض يطلع اسم برا ما غيرته يطلع اسم مش برا انا ما غيرته لا اوكي غيرته هو طيب خليني احط هاي خليني احط هون صفر خليني احط هاي صفر بس انت لما تيجي تسوي دي سي اناليسيس هو ما بتطلع على الرقم اللي انت حاطه هون هو بتفرج على الدي سي اناليسيس تبعيتك بس لازم تكون حاط شيء ما بصير تتركها فاضية تمام وبدنا نسوي احنا سويب بدنا نرسم العلاقة ما بين التيار اي سي وما بين الفولتية في سي اي صح هيك المطلوب بالتجربة طبعا انا خليني اول شيء اسوي سويب لهذول التو سورسز مرة هذا بغير لي التيار لانه احنا في عندنا يعني العلاقه ما بين في سي واي سي فور ديفرنت فاليوز اوف اي بي فاحنا لازم يكون عندنا بالدوسيه كاتبين 10 و20 و40 حكيت لكم ترى تقيدوا بالارقام هاي لانه هاي الارقام موجوده بالمختبر لانه مثلا ما نقدر ناخذ كل القيم بس هون احنا بالسيميليتر بتقدر تاخذ انكريمنتس قد ما بدك وهي بس عباره عن كبسه فانت بتقدر تقيد بالارقام هاي بتقدر ما تقيدش فيها لو انا مثلا بدي اتقيد بالارقام هاي بالضبط 10 20 40 بحط هون ايش current source هسه بفرجيكم مره بسوي لكم بعيدكم اياها مع current source طيب خليني اشوف simulation edit simulation command وخلينا نساوي dc sweep طيب خليني اساوي v2 اللي هو هذا تمام خليني اغير الفولتيه نحط السويب لينير خلينا نسوي الفولتيه مثلا من الصفر ل 10 مثلا وانكريمنتس 0.1 بعدني ما كملت نسيت طيب خليني اكمل السورس الثاني مثلا هاي في 2 لا انا الاول سورس كاس كان في 2 الثاني في 1 هاي في 1 خلينا نحكي مثلا من 400 ملي فولت
ل 800 ملي فولت. طبعا ما نحط الوحدة، لازم نشيل هاي الفولت. وانا حطيت فولت، لا طيب انكريمنت مثلا 20 ملي. طيب خلينا نشوف. طيب احنا بدنا شوف هون، هون شو بحط لي على الاكس اكسس؟ بحط لي الفولتيه هاي من 0 ل 10. طيب خلينا احط انا بدي التيار صح؟ شوف كيف هيك فولتيه، اذا نزلته هيك صار تيار، هاي تيار تمام. هاي العلاقه، بس انا ما بدي اياها، انا ما بدي اياها ما بين هون احنا وين احنا. طيب انا ما بدي اياها ما بين في 2 وال شو اسمه والتيار، انا بدي اياها ما بين في سي اي. خلينا اول شيء اشوف كم قيمه في سي اي، هي قيمه في سي اي عشان اشوف برضه كمان شو اسم النود شو مسميه بالضبط. نسميه في ان 001، ممكن تغيروا الاسم بس انا بدي اشوفه ليش عشان اتاكد شو اسمه. خليني اجي هون شوف صار زي شكل مسطره، بساوي هيك باجي هون بغير الاكس اكسس، فخليني اساوي في ان 001. هاي صارت الفولتية ما بين اي سي والفولتية في ان 001 تمام. خليني اشطب هاي، شوفوا هون شوفوا كيف العلاقة ما بين مثلا اللون الازرق، هي العلاقة ما بين في ان 01 وفي ان 01، فعشان يطلع عندكم خط مستقيم اكيد علاقة خط مستقيم صح؟ لانها نفسها ورسمها قاعد مع حالها. خليني اشطب هاي، هاي انا عندي التيار على اليمين، انا هذا اللي بدي اياه. هاي اللي هون فولتية، خليني اشيل هاي الفولتية عشان يطلع عندي الفولتية على التيار على الشمال. شوفوا هون في شيء اسمه اد اتاتش كيرسر، هاي هون حطيت كيرسر، شوفوا هاي الكيرسر هون تحرك هيك، يعني هون الكيرسر وانا وين بحطه بعطيني القيم. مثلا هاي الاي سي قيمتها بيكو امبير، يعني 0.522 نانو مش هيك؟ طيب فهي ال فهي بالنسبه للكيرسر. بامكانك حتى انت هون تحط القيمه على الرسمه على ما اظن هون انا مارك داتا بوينت شوف كيف بالله طيب انا ما مش متذكر كيف كانت بس مش مشكله بتذكر لكم اياها. بس انه ايش تقدر انت شو تساوي تضيف يعني حتى هون على الرسمه هاي تحط الداتا بوينتس، والله هاي قيمتها مثلا 3.911 مع 523 فيكو امبير. انا متذكر انها كانت من هون من خلال مارك داتا بوينت، بس برجع بتاكد لكم منها. هاي مارك داتا بوينت مش لا مش هي مش هاي add not select steps add trace visible trace. يمكن كنتوا برضو كمان تبحثوا عنها، حكيت لكم يعني كل شيء موجود اونلاين وكل شيء موجود كل شيء موجود اونلاين وهذول البتنز كمان يعني انت بامكانك اكسبلور ذم، يعني تشوف والله هاي شو بتساوي هاي شو بتساوي هاي شو بتساوي، يمكن كنت تعلموا على كل هاي الاشياء تمام. نسيها هسه والله مش متذكرها، بس انه بلاقي لكم اياها ان شاء الله تمام. واضح؟ في حدا عنده اي سؤال؟ شفتوا كيف الكيرز؟ هذول هم الكيرز اللي بيعطونا علاقه ما بين ال في سي اي والاي سي.
في عندكم اي مشكله لحد الان؟ طيب والله خليني احاول انا اغير البي جي تي. شوفوا تفرجوا على انتم على هاي بالبيكو امبير هون، انا عندي هون، خليني والله احاول اغير البي جي تي. خليني احط هذا البي جي تي. طبعا انت بتقدر تقرا مثلا تروح على جوجل وتحط البي سي 547C وتشوف هذا البي جي تي شو الداتا شيت تبعيته. ممكن تشوف الداتا شيت تبعيته، تشوف الموديل تبعه. هاي عندي انا هون الموديل تبعه، يعني مثلا اذا بدك انت والله ايش يتحمل هاي فولتج، ايش يتحمل كذا، يعني عاده هذول بيكونوا نفس الكومبوننتس الموجودات بالسوق. فمثلا انت والله بدك تساويها تركبها بالمختبر وبدك تساوي شيء معين، تختار نفس القطعه. بامكانك انت ترجع للداتا شيت تشوف شو المواصفات اللي بدك اياها. شايفين كيف قيمة التيار تغيرت؟ بس بالاخر الرسم نفس الشكل. بس شايفين كيف التيار تغير هون؟ معي انتو؟ معك. بس والله لحظة شوي لأنه بنتي صحيت من النوم، خليني أوديها وأرجع لكم. لحظة شوي. تمام؟ في حدا عنده سؤال؟ طب والله خليني احط لكم كرنت سورس هون، خليني اشيل هذول واحط كرنت سورس اشوف شو رايكم؟ فولتج هاي كرنت، معي انتم يا جماعه؟ معي دكتور. طب اسالوني، في عندكم اي سؤال؟ لا بدي، ما بدي احطه زي هيك، او خليني ها. طبعا اذا انت حطيته مثلا اتجاهه ما عجبك، بيجي هون مثلا موف وبتضغط عليه، بعدين ايش؟ بتغير الدايركشن تبعه. تمام؟ طيب خلينا نوصل هذا السلك مثلا. طيب خليني انا ايش اساوي؟ طبعا انا طلع عندي التيار صغير كثير بالنانو بالبيكو، شكله اختيار المقاومات ما كانش موفق. تمام؟ فانتوا سووا الكالكوليشنز اختاروا مقاومات احسن من القيم المقاومات اللي انا اخترتها. تمام؟ طيب خلينا نشوف، او انتوا جربوا يعني، اذا يعني جرب كبر مقاومه صغرها شوف شو بيطلع معك التيارات، اذا انك يعني مش كثير شاطر بالكالكوليشنز. بس هو انت المفروض انك صراحه تسوي هاند كالكوليشن وتحاول تختار قيم المقاومات المناسبه. طيب الان خليني احط هون صفر، خليني اغير هاي احط هون اي 1 هو اسمه صح السورس اي 1، خلينا نحط اي 1. خليني احط هون مثلا صفر، خليني احط هون 40 مايكرو مثلا. وخليني احط هون، يعني هاي انتم عارفين هذول شو ايش؟ ستارت فاليو، ستوب فاليو، انكريمنت، يعني الاسم مبين صح؟ انكريمنت يعني يعني الستبس، يعني مثلا زيد التيار بمقدار 20 شغله. عرفت كيف؟ لا ما بديش احط 20، بدي احط 10 مايكرو. بيقدر 10 مايكرو، 10 مايكرو حتى يوصل 40. فاهمين هاي الاشياء صح؟ مكتوبه. طيب ممتاز. اها شو صار معنا؟ طيب
طيب الشيخ له أكيد أني أنا مختار أرقام مش صحيحة، بس أنا يعني سويت واحدة الصبح كانت اختيار الأرقام أحسن، خليني أرجع عليها. أتوقع كانت هاي. هاي. هاي عندي هون تيار. شوف كيف صار زي حلقة هيك. تطلع بهذا الشكل. وأنا بدي أغير هاي. ما بدي أخليها V1، بدي أخليها VCE. يعني بس والله أشوف شو اسم النود. شو أكون أعطي اسم للنود؟ نعطي اسم للنود هاد عشان احنا نختار الاسم اللي بدنا اياه. خلينا نسميه مثلا اف. يعني عشان هيك شوفوا انتم بتقدروا تختاروا الاسماء اللي بدكم اياها، تقدروا تغيروا اسم السورس. فانا ما بتوقع صراحه اي اثنين او ثلاثه يكونوا مسميين نفس الاسماء، يعني كل شيء لازم يكون مختلف، فديروا بالكم انكم تغشوا من بعض. مثلا هاد، مثلا هذا السورس بكان انا اغيره، مثلا اغير اسم تبعه، مثلا اسميه اي مثلا. فبالتالي هون بدك تغير، تحط اي مثلا. شو سميته انا اف صح؟ طيب خليني اغير هون واحط اف. مضبوط. اتوقع لازم احط في اوف اف. ما زبط. لازم احط unknown voltage request. طبعا صار في عندي هون اشياء كثير، خليني اسكرها شكلي انا خربطت الاشياء مع بعض. خليني اسكر هاي واسكر هاي. هاي اللي احنا بنشتغل عليها؟ لا هاي خليني اسكرها. هاي رح نشتغل عليها صح؟ طيب خليني اسوي لها ران. بتعرفوا ليش ما بين عندي الاف؟ لاني انا غيرته بعد ما سويت سيموليشن. لازم انت تغيره وتسوي سيموليشن، لانه هو هسه مخزن كان بالاسم بالنود الاسم القديم. تمام؟ هسه راح يزبط ان شاء الله، لانه انا غيرت الاف بعد ما سويت سيموليشن، لازم تغيرها قبل ما تسوي سيموليشن. تمام؟ هاي الرسمة. طبعا هو مش ماخذ كل الداتا بوينتس، ولكن هاي يعني هاي باللون الاحمر وهي باللون الازرق، بس هو ماخذهم من عند قيم معينه. طبعا بيكون السبب انه احنا مش مختارين ارقام يعني صحيحه 100%. تمام؟ فهي عندي الكيرف الاول، الكيرف الثاني، الكيرف الثالث، مش كاملات 100%. تمام؟ واضح؟ في حدا عنده سؤال؟ سهل ولا صعب؟ شو رايكم؟ انا هيك لما سويت هاي بهاي الطريقه زي كاني سويت سويب لتو سورسز، يعني كنت اسوي انكريمنت لهذا وانكريمنت لهذا، انكريمنت لهذا وانكريمنت لهذا بنفس الوقت. تمام؟ تمام. دكتور يعني ما في داعي احط البوتنشوميتر صح؟ لا بوتنشوميتر ما في داعي،
حكيت لكم البوتنشيوميتر كنا احنا نحطه بالمختبر عشان نتحكم بالتيار وهكذا يعني.